أنا مش مقتنع بكل هالمسخرة. فيك تروق شوي. لا ما فيني روق، كيف بدي روق رسمية والأستاذ مفكر حاله أنه عم يلعب، مفكر حاله ذكي، مش عارف أنه جماعة الشعبة يمكن يكونوا أذكى منه ويكشفوه ويفوتونا كلنا بالحائط. إن شاء الله الأمور بتصير مثل ما مخطط لها صافي. وإذا ما صارت مثل ما مخطط لها شو برأيك رح يصير؟ بديش فكر بهذا الاحتمال. لا بدك تفكري، بدك تفكري رسمية، لأنه مصيرنا كله معلق بواحد ما عم يفكر إلا بالانتقام لأنه معمى لقلبه ومغروب. يلا رح انزل انا. لا خليك هون، انا نازل لحالي. متاكد؟ اكيد انا متاكد. دير بالك استر على عربك.